ينضم إلينا عبر الهاتف بهاء الدين مجدوبة، وهو أحد الأشخاص المصابين بالألبينو. صباح الخير بهاء، وأهلا بك في أخبار السابعة. صباح النور سيد معاذ. بالبداية بهاء، ما هي أبرز المشاكل التي تواجهها ويواجهها الأشخاص الألبينو؟ أول شيء يعطيك العافية ومشكور على لفتة النظر الحلو منك للموضوع هذا الهام، انه في عدد اشخاص من الألبينو في الاردن عدد مش هين، يعني موجود عدد على ارض الواقع كبير. نعم. فهي معاناه اول شيء هي تكون في المدرسه، انه ما في كتب مخصصه لطلاب الألبينو انه يقدر يقرا منه. عندنا احنا ضعف النظر وضعف نظر حاد، وما في مراعاه للطالب انه هذا الألبينو مش لازم يكون متواجد في الشمس فتره الفرصة أو الاستراحة في المدرسة. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، المرحلة الثانية لما يتعداها الطالب أو يخلص الدراسة للعمل، إنه بصعوبة حتى يلاقي عمل، إنه يمكن ما يقدر أصلا يكمل المراحل الدراسية كاملة أصلا. نعم. إنه في صعوبة في التعلم، يعني ما بيقدر، ما في مساعدة لا من المدرسة أو من الأساتذة إنه يقدر يلفت نظر لطالب معين من هو الشخص الألبينو أو الضعيف النظر. حاجة إنه ضعف النظر هو 10/60. نعم. وصل. وكل ما زاد العمر فيه كل ما زاد ضعف النظر. مشكلة العمل إنه ما راح يلاقي، إنه شخص ما يكون معمل يكمل تعليمه ما راح يكون له فرصة عمل، يعني إلا يكون عامل أو مناطق عامة أو شيء زي هيك يشتغل فيه، أو داخل مصنع، إنه درجات الحرارة هو ما بيقدر يتحملها. إذا حتى بده يشتغل على مكتب هو عنده صعوبة في القراءة، صعوبة نعم. في النظر، إنه يقدر يشتغل أي شغل طبيعي يعني. نعم. طيب بهاء، في تأمين صحي في أو في وزارة التنمية الاجتماعية تنظر إلى الأشخاص الألبينو، أو في أي معاملة خاصة في المراكز الصحية والمستشفيات؟ لغاية الآن لا، يعني في شيء خاص أو إنه التأمين الصحي للنظر خاصة إنه يقدر الشخص يغير نظارة، إنها نظارة مكلفة. ما في دعم من الدولة أو شيء لأشخاص هذول إنه يقدروا يساعدوهم إنه يقضوا حياتهم. الموضوع يعني بس بالنظارة بها، ولا يتجاوز الموضوع اللي أمور أخرى؟ يتجاوز، إنه إحنا لازم نضم على مدار الساعة خاصة بالنهار نحط اللي هي الواقي الشمس، يعني على مدار الوقت لما بتطلع الشمس لازم تحط واقي الشمس. نعم. لانه عندنا كمان البشره البيضاء هي بشره حساسه كثير، احنا حتى بيسمونها اعداء الشمس. يعني احنا على اذا في حدا تعرض للشمس لفترات طويله وعلى مدار العمر، انه احتمال قوي جدا انه يصاب بسرطانات الجلد. بهاء، ايش طلباتكم؟ ما هي الرساله التي تريد ان توصلها لوزاره التنميه ووزاره الصحه والجميع الجهات المعنيه؟ والله صديقي العزيز، احنا حابين يكون في دعم اكثر للاشخاص هاي، انه في المدارس، في العمل، في الضمان الاجتماعي، يعني حتى الضمان الاجتماعي ما بيعتبرها انها اعاقه او عندها مشكله انه تقدر انت تقدر تاخذ معلوليه من الضمان الاجتماعي بعد فتره زمنيه. يعني انا قدمت على معلوليه من الضمان الاجتماعي قبل فتره وما طلع ليش. نعم. يعني هاي شغله بسيطه. نعم. بالنسبه لل يعني حتى احنا صرنا نبحث بالموضوع، صار يحكوا لنا انه حتى في يعني الجمارك بعطونا اعفاء جمركي. طب الجمارك بعطيك اعفاء جمركي والضمان الاجتماعي، يعني ما بعطيك إذاك انت عندك اعاقه. يعني ففي تضارب في المعلومات. فلازم تكون هاي كلها مرتبه، يكون في شيء نصيب للناس هاي زي غيرها في المجتمع. نتمنى ان تكون قد وصلت هذه القضيه وملاحظاتكم. شكرا لك بهاء الدين مجدوبه، وانت احد الاشخاص الألبينو، ونتمنى ان تكون وصلت هذه الرساله للجهات المعنيه، وحق الجميع بالعيش بكرامه وايضا بحقوقهم كامله.